سوق اللويزية المارشي. سوف أتكلم باللغة العربية لكي تعم الفائدة على الكل. إخواني تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا قبل كل شيء غادي نحط لكم الفيسبوك والانستغرام للتواصل. أوكي، هاد الماتريال قلنا هضر باللغة العربية، قلنا لك تكلم باللغة العربية يا أخ جمال. كل هذه الأجزاء أجزاء الدراجة العادية ليست كهربائية، أجزاء الدراجة العادية حتى الكهربائية إذا أردت أن تركبها في الكهربائية. أوكي، هذه الأجزاء فككتها من دراجات سابقة، هذه الأجزاء سوف أتبرع بها كما أتبرع بها. أوكي، يعني ببلاش. اللي عايز أي شيء يكلمني عبر الانستغرام أو الفيسبوك ويأتي إلى عين المكان ليأخذها. أتكلم باللغة العربية لأنه في ألمانيا هناك العديد من العرب، السوريين والعراقيين والمصريين، وفي فرنسا كذلك، وفي بلجيكا. أما إذا كنت في إسبانيا فإسبانيا بعيدة، لأني أنا أسكن في الحدود مع ألمانيا. المهم سوف أبدأ بممتص الصدمات، ممتص الصدمات مع القفل، هذا مع القفل. اسمحوا لنا المغاربة غادي العربية باش تعمل فائدة على الجميع. أنتم كتفهموا العربية عادي جدا. أوكي الإخوان، هذا فابور غراتويتمو ببلاش، اللي عاوزه يجي لعين المكان وياخذه، ما فيش نصبايا. انصب عليك. يشتغل عادي جدا لانه فيه زيت و... ايوه كده يا وديع. لانه فيه زيت ونابض. خويا شي شفنج الله ينورك. كاسيتي عادي. هذه كاسيت مزيانة خدامة نورمال، كاينش مشكل، غرام ديال المشكل ما فيهاش. هذه حتى هي حيت تبدلتها ونظفتها. هذه كذلك هو مثال السرعة، 9 سرعات، هذه 9 سرعات وهذه كذلك 9 سرعات ببلاش. يلا 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 ببلاش. أيوة يا محمد. وهذا كرسي، كرسي مريح زمن عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، كرسي مريح جدا، فيه إسفنج، شفت كيف؟ تمام التمام، ببلاش. أيوا كده يا وديع، هذاك هو هنايا بلاطو، بلاطو سي أون فرونسي ديجا، بالفرونسي بلاطو، وبالعربية كيسمو، هذه كتسمى دواسة، هذه دواسة. وهذه واش تسمى بالعربية حبيبي؟ قول لي. والله نسيت واش نسموه بالعربي. المهم عندك هذا ثاني ببلاش وحالته نظيفة وكويسة بالمسامير حقه، هذا المسمار واحد وهذا المسمار الثاني، شفت كيف؟ هنا واحد، هنا وواحد هنا، دواسات. والله نسيت اسمه باللغة العربية، نسيت اسمه. وهذا المقود ألمنيوم، حتى ولو عايز تنقولوا نقلبوا بالعربية صافي مشات ليا. واش نسموه؟ لي بواني، طلع بالعربية مشات ليا، لي بواني، المساكات ولا شي حاجة بحال هكا. المهم لي بواني حتى هما راه عندي في سبيل الله، نعطيهم كاو ألمنيوم ناضي، والله حتى ناضي من طراز الرفيع. فوالا، هذا فران زيت، فرامل زيت،
هوبلا راني زيت، هذا حق قنينة الشرب اللي يلصق في الكادر. اوكي، هذا فرامي العادي سلك، سلك عادي. هذا كان بصراحة غالبا 9 7 7 سخام، سخام سخام، 7 سرعات 7 سرعات، حالته كويسة تمام التمام، ببلاش. عارف هذا شنو؟ وشو؟ شو هذا صديق؟ هذا اللي بيتحكم في طلوع ونزول الكرسي، تفتحه كده ينزل الكرسي ويتسكر ويتبلع عليه. وهذه هذه هي اللي كيقولوا عليها المغاربه البلاطو المثقوب، البلاطو فهمتش من جبود مثقوب، هي اللي حتى ما مثقوب من هنايا ولا مثقوب البلاطو شي مارو. هذا راه خدام مزيان، كان عندي وحيدته حيت شريت واحد، شريت واحد ركبته ليها خوه، شريت خوه ركبته، واش عندي واحد اخر ها هو. اوبا ها هو خوه مركب واحد، هو واحد خديت هذا عجبني في اللون، قلت ناخذ نعود نبدل بهم. هذا راني نخليه ليا حيت يخدم ليا هنايا، وهذا في سبيل الله اللي بغاه راه يخدم ليه مزيان، راه خدام مزيان. الكرسي، هذا الكرسي ليس هذا غادي نخليه ليا ان شاء الله، لا يلاه شريته جديد، اشتريته جديد 60 اورو اشتريته. الناس المغرب هذيك حشاوه هذاك وديك ديال راه كيدير غير 150 درهم، هذيك راه في المغرب عندكم خويا، حنا ما عندناش، حنا خويا هادشي تساوي الثمن وكاليتي. هذا ركبته وركبت عليه، ركبت عليه من صحيح ناضي الصراحة، راه كنت درت لكم فيديو كيفاش كيركب. تحياتي الاخوان الصراحة. باقي عندي شي حوايج اخرين بحال ما هذا نيت، هذا اش يسميو هذا تاهويا، رفرف ولا رفرف، ومشات ليا بالعربية رفرف ولا كاربو، هو ما كنقولش حنا كاربو، هو راه كاردو بو، كاردو بو يعني كيحميك من الطين والأوحال والأوساخ والماء، هاهو الكاربو، معندوش بنا الكاربو هي كاردو بو. المهم هذا تاهو راه جديد، ولكن هذا غادي نخليه ليا تاهو كنت شريتو، راكم واقيلا اللي متبع راه عارف ديك لافير اللي علاش شريتها هادو، علاش شريتها هادو جداد اخويا، غادي نخليهم ليا، غادي نصيح غادي غالبا غادي نصيفط واحد البيكال للمغرب، حبستك على ردتي غادي طيح. المهم الاخوان هادشي في سبيل الله، اللي قريب كنقول اللي قريب وعندو بيكالا وبغى يجي عندي مرحبا، يتواصل معايا في انستغرام فيسبوك، نعطيه لادريسة يجي عندي، ياخد اللي بغى ياخد اللي بغى، ولكن من الاحسن بلا ما تعاود فيهم البيع، يعني واخا شي نعطيهم لك كاملين وعندي زايد ناقص، يعني خلي الناس تستافد، حيت انا واخا تقول لي بغيت جوج ثلاثه غنعطيهم لك، غندير فيك الثقه ونعطيهم لك، ولكن في سبيل الله ما تبيعش، صدق في سبيل الله. غدا غادي نموتو ما غادي معنا حتى شي حاجه، اش غادي معاك غير رحمه الوالدين، شتي انا لا مت غدا نموت غادي تقولوا الله يرحم الوالدين، واحد السيد كان وكان وكان وكان، ما غادي معايا حتى شي حاجه، هادشي كاع غادي نخليه وغادي نمشي فحالي عند مولاي، وانتوما الفيديوهات غيبقاو اللور تقولوا الله يرحم الوالدين. انا راه اي جيم واي تعليق راه فيه غير الله يرحم الوالدين، الا غادي تنفعني غدا امام الله، اما حتى حاجه ما غتنفعني، هذا ما غينفع وهذا ما غادي ينفع، فعل الخير هو اللي غادي ينفع. وتهلا في صحتك يا اخي، وبعد من الكارو وبعد من الدوخه لا داعي للسجائر لانها مضره بالصحه. اخواتي اخواني، بغيت نقول خواتاتي، ما عنديش خواتاتي هاد البيكالا غير الدراري. تحياتي لكم الشباب، والعقل السليم في الجسم السليم، تهلا فريوسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.